السلام عليكم. بقينا في ليكسيرسيس 12 صفحه 100. غوتروفي لي ميزور دي زونغل. يعني غادي نلقاو لي ميزور ديال هاد لي زونغل. هنايا راه دايرين واحد الغلط. نورمالمون خصهم يديروا هذا كامل ايكيلاتيرال، يعني حتى هادي، يعني غادي يكونوا كاملين متساوي الاضلاع. هاد المثلث كامل متساوي الاضلاع. هما دايرين واحد الغلط هنايا، دونك في الكوداج ما عطاوناش، ما دارولناش هاد الشريطه هنايا. دونك الا كان هذا مثلث متساوي الاضلاع، اذا راه غادي نديرو 180 نقسموها على 3 باش كنلقاو هاد الزوايا كاملين. دونك 180 اللي قسمناها على 3، دونك هنايا غادي تجينا 60 60 60 درجه. دونك بالنسبه للمثلث ABC، دونك عندنا مثلث عطينا قائم الزاويه، دونك قائم الزاويه في بي، دونك هذه زاويه قائمه 90. نحن نعلم ان مجموع قياس زاويه مثلث كتساوي لنا 180 درجه. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 180، دونك غادي نديرو 180، غادي نقصو منها 90 زائد 25، 90 زائد 25، دونك هي غتعطينا 180 ناقص 5 زائد 0 هي 5، و 2 زائد 9 هي 11، دونك 115 درجة. وغادي نحسبو 180 نقصو منها 115 ونشوفو شحال تعطينا. دونك هادي 65 درجة، دونك هاد الزاوية هادي 65 درجة. المثلث اي جي كا سي ان تريونغل ايزوسيل دابخي الكوداج، هو مثلث متساوي الساقين في جي. دونك الا بغينا نحسبو قياس هاد الزاوية هادي لا باز، هاد الزاوية وهاد الزاوية هادي، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو 180، يعني حيت كنعرفو بلي أن مجموع قياس زاوية مثلث كيساوي لنا 180، خصنا نديرو 180 غادي نقصو منها هاد 50 ونقسموها على 2 باش نلقاو هاد الزاوية إي وباش نلقاو الزاوية كا. غتساوي لنا هي 130 نقسموها على 2، 130 إلا قسمناها على 2 عطينا 65 درجة. إذا هاد الزاوية هادي 65 وهاد الزاوية كذلك كا 65، لأنها مثلث متساوي الساقين. دونك بالنسبة لتمارين 13 خصنا نلقاو الزوايا اللي ما عندناش. هنا أ بي سي كيلكونك، يعني مثلث عادي، عندنا قياس زاوية أ وقياس بي وخصنا نلقاو سي. دونك عندنا أ بي سي مثلث عادي، أ بي ABC. دونك هنايا عطينا بلي ان A 50 و B 75، دونك حنا خصنا نلقاو الزاويه سي. يعني نعلم ان مجموع قياس زاويه مثلث كتساوي لنا 180، اذا 180 غنقص منها المجموع، اذا غادي نقص منها 50 زائد 75. دونك 180 غنقص منها 50 زد عليها 75 تعطيني 125، دونك 180 نقصوا منها 125 غتعطينا 55 درجة. إذا غادي نجيو لهنا ونكتبو 55 درجة. دونك عندنا أ بي سي إيزوسيل أون أ، يعني مثلث متساوي الساقين في أ، يعني هذا كيساوي هذا. قالوا لنا إيزوسيل أون أ، وعطينا هما بلي أن بي كتساوي لنا 75. الا كان مثلث متساوي الساقين في ا، الا كانت بي كتساوي لنا 75 هذه هي لا باز، يعني الا كانت بي كتساوي لنا 75 راه حتى سي كتساوي لنا 75. دونك سي غتساوي لنا 75، باردون هذا 70 ماشي 75، 70 هنايا انا مشيت مع السؤال الاول، 70. دونك الا كانت بي 70 حتى سي 70، دونك حنا خصنا نلقاو ا. اذا شنو غادي نديرو؟ اذا غنديرو 180 ناقص عندنا هادو، يعني جوج ديال 70، غادي نديرو جوج في 70 اللي هي 180 ناقص 140. اذا 180 نقصنا منها 140 تعطينا 40 درجة.
هادي راه كنقلبوا على الزاويه أ، اذا الزاويه أ غتساوي لنا 40 درجه. اذا قلنا بلي ان سي هي كتساوي 70، يعني هنا غادي نجي نكتب 70 لان قالوا لنا ايزوستيل اون ا، وعندنا حسبنا قياس الزاويه أ لقيناها 40. قالوا لنا ا بي سي ايكيلاتيرال بيان ايكويلاتيرال، دونك ا بي سي مثلث متساوي الاضلاع ا بي سي، دونك هادو راه كيكونوا كيتساووا، يعني هنايا غادي تكون 60 60 60، 180 قسمة 3 تعطينا 60، يعني كل زاوية، دونك 180 قسمة 3 تعطينا 60، يعني كل زاوية كتساوي لنا 60، هذا مثلث متساوي الأضلاع، دونك هذه 60 وهذه 60 و بي 60 كاملين، دونك قياس زاوية أ غيكون 60، بي 60 و سي كذلك 60. قالوا لنا أ بي سي ريكتانجل أون بي، ريكتانجل أون بي مثلث قائم الزاوية في بي، أ بي سي، أ بي سي، عطاونا قياس الزاوية أ قالوا لنا 30، و بي بما أنه مثلث قائم الزاوية غتكون 90، دونك حنا خصنا نلقاو سي، دونك هنا في بي خصني ندير 90 لأنه قائم الزاوية في بي. وخصني نلقى 60، شنو غادي ندير؟ غادي ندير 180 ناقص المجموع 30 زائد 90، يعني نعلم ان مجموع قياس الزاويه مثلث كتساوي لنا 180 درجه، اذا 180 ناقص 0 زائد 0 هي 0، و 9 زائد 3 12 120، 180 ناقص 120 تعطينا 60، دونك الزاويه هذه راه كتساوي لنا 60 درجه، اذا يعني غادي نجيو ندير 60. بالنسبة لخمسة ا بي سي كيلكونك مثلث عادي، كيلكونك هو مثلث عادي نورمال، دونك هنا عطينا بلي ان قياس الزاوية بي 28 وقياس الزاوية سي 92، حنا خصنا نلقاو ا، خصنا نلقاو قياس هاد الزاوية، اذا ا شنو غتساوي لنا؟ نعلم ان مجموع قياس الزاوية مثلث كتساوي لنا 180، اذا 180 درجة غنقصو منها المجموع 92 درجة زائد 28، دونك 180 ناقص 8 زائد 2 هي 10، و 9 زائد 2 11، و 1 12، دونك 120، 180 غنقصو منها 120 تعطينا 60، دونك هاد الزاوية أ كتساوي لنا 60، دونك غادي نجي نكتب هنايا 60 درجة، دونك هنا عندنا ا بي سي ايزوسيل اون بي، يعني متساوي الساقين في بي، فوالا مثلث متساوي الساقين في بي، دونك هادي ا سي، دونك ا سي هما لا باز، دونك حنا خصنا نلقاو هاد الزاوية، لا هما عاطينا هاد الزاوية 25 درجة، ا عاطينا ا 25 صافي، دونك عطينا ا 25، نورمالمون الا كانت هاد الزاوية ا كتساوي لنا 25، حتى الزاوية لان مثلث متساوي الساقين، حتى سي كتساوي لنا 25، دونك حنا خصنا نلقاو بي، اذا بي شنو غتساوي لنا الزاوية بي؟ دونك بي كتساوي لنا، نعلم ان مجموع قياس الزاوية مثلث 180، دونك 180 درجة غنقصو منها، عندنا جوج ديال 25، يعني جوج في 25، اولا نديرو 25 زائد 25 اللي هي 50، 180 ناقص 50 درجة، إذا 180 ناقص 50 تعطينا 130، ألوغ بالنسبة للزاوية بي راه كتساوي لنا 130، السي راه كتساوي لنا أ، يعني أ 25 تا سي 25. دونك عندنا ا بي سي مثلث قائم الزاويه في سي، وعطينا بلي ان قياس الزاويه ا، ها هي ا عطاونا 50، ديجا حنايا سي غنكونوا عارفين بانها 90، دونك اجي نكتب هنايا سي 90،
دونك غنلقى دابا ب بي، خصني نلقى هاد الزاوية هادي ب بي. إذا بي شنو غتساوي لنا؟ 180 ناقص المجموع 90 زائد 50. دونك 180 ناقص 0 زائد 0 0 و 9 غادي نزيدو عليها 5 هي 14، 140. دونك 180 ناقص 140 تساوي 40 درجة. دونك بي 40 درجة. عندنا هنايا أ بي سي كيلكونك، يعني مثلث عادي. إذا شنو غادي نديرو باش نلقاو الزاوية سي؟ دونك خصنا نديرو 180، يعني نعلم أن مجموع قياس الزوايا المثلث كتساوي لنا 180. دونك 180 غنقصو منها 33 زائد 77. دونك 180 ناقص 7 زائد 3 هي 10، و 7 زائد 3 10، و 1 11. دونك هي 110. دونك 180 ناقص 110 غتعطينا 70. دونك بالنسبة للستة راه كتساوي لنا 70. بالنسبة ل A B C إيزوسيل أون سي، عندنا A B C إيزوسيل يعني متساوي الساقين في سي، وعاطينا قياس الزاوية هاد سي عطاوها لينا شحال؟ 40. بغاونا نلقاو هاد، نلقاو A ونلقاو B. A و B راه كيكونو كيتساوو. إذا شنو غادي ندير؟ نعلم أن مجموع قياس زوايا مثلث كتساوي لنا 180 درجة. إذا غنديرو 180 درجة غنقصو منها 40 وغنقسمو على جوج باش نلقاو أ ونلقاو بي. دونك 180 ناقص 40 هي 140، غنقسموها على جوج شحال تعطينا؟ تعطينا 70 درجة. إذا أ 70 و بي تاهي كذلك 70 لأنه متساوي الساقين. دونك هنايا 70 وهنا 70. عندنا أ بي سي ريكتانجل أون أ، أ بي سي ريكتانجل أون أ. دونك نورمالمون أ غتكون كتساوي لنا 90، وعطينا الزاوية سي كتساوي لنا 60. دونك بعدا بالنسبة لأ غادي ندير 90، يبقى لينا حدد غي بي. إذا نعلم أن مجموع قياس الزاوية المثلث كتساوي لنا 180، دونك 180 غنقص منها 90 زائد 60. دونك 180 ناقص 0 زائد 0 0 و 9 زائد 6 15. دونك 180 ناقص 150 عطينا 30 درجة. إذا سي غتساوي لنا 30 درجة. دونك فوالا، هذا هو ليكزيرسيس 13. بالنسبة ليكزيرسيس 14، كونستخوي اون فغي غروندور لي تخوا تريونجل سويفون، لو تريونجل ABC تيل كو. دونك غادي نشأو تريونجل ABC بحيث أن السي عطاونا كتساوي لنا 4 سنتيم، وقياس الزاوية A 85، وقياس الزاوية C 53. دونك غادي نرسمو AC 4 سنتيم، فوالا AC. قياس الزاوية A 85 درجة. دونك غنجيب لو رابورتور وغنحط هنايا، حتى كيكون قد مزيان ومع الصفر، مزيان مع الصفر، نقد مزيان، وغنحسب صفر 10 20. كنبدا من هنا ماشي من 180، من الصفر. صفر 10 20 30 40 50 60 70 80. 80 ها هي غتجيني 85، يعني قال لنا 85. 85 غادي تجيني هنا. دونك فوالا، دونك هادي 85. الزاوية بالنسبة للزاوية سي 53، غادي نجي لهنا سي
وغادي نحطها هكا مزيان ونقاد مزيان مع الصفر، ونقادها مزيان. فوالا هاي جاية مع الصفر هنا، وغنحسب صفر، 10، 20، 30، 40، 50. دونك 51، 52، 53. وغادي نسطر. دونك هذه هي ا، غادي نمسح هاد اللي زايدين. فوالا ها ا. دونك هاد الزاوية هادي 53. فوالا، هذا بالنسبة للشكل الأول. دونك هنا نشأو لو تريونجل ام جي اكس، بحيث ان ام كتساوينا 90، ام جي 5، و ام اكس 7 سنتيم. دونك هنا عندنا ام جي 5 سنتيم و ام اكس 7 سنتيم، يعني غنبدا بالقطعة الكبيرة هي الأولى. دونك أولا غادي نسطر بعدا القطعة ام اكس، كانوا لنا شحال فيها 7. دونك هادي ام اكس. دابا عندنا ام جي 5 سنتيم، ما مشيتش للام جي 5 سنتيم، نمشي ندير بعدا هاد الزاويه ام 90. دونك راه زاويه قائمه 90. قد مزيان. دونك 0، 10، 20، المهم حتى نوصلو 90. تجينا هنا 90. دابا عندنا ام جي 5، دابا عاد نرسم 5 سنتيم. ها هي ام جي، غتجيني جي هنا، نرسم 5 سنتيم. دونك غادي نعبر 5 سنتيم. دونك فوالا، ها هي 5 سنتيم غادي تجيني هنا. دونك هادي ها هي جي هنا، دونك هادي 90 درجة. عطاونا ام اكس 7 سنتيم و ام جي 5 سنتيم. المثلث الثالث لو تريونجل ام او تي، تلك ام او 7، او تي 4 سنتيم، او او 110. اذا اولا غادي نبدا نرسم القطعة ام او 7 سنتيم. دونك غادي نجي ندير 7 سنتيم. فوالا، أصنع بستيلة. ام او 7 سنتيم. دونك غنحدد قياس الزاوية او اللي هي 110. دونك غادي نجي ونحط هنايا لو غابورتو على او، على او، ونقاد مزيان مع الصفر. دونك مشينا 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ها 100، ها 110، هي 110 صافي. وغادي نسطر. دابا قالوا لنا او تي، يعني من او لتي 4 سنتيم. غادي احسن ناخذ الكومبا. دونك هنايا عبرنا 4 سنتيم، او تي هي عبات 4 سنتيم. وغادي نجي لهنا، ممكن نديرها غير بمسطرة. هادي هي تي فوالا. وغادي نكملو المثلث ديالنا. دي 100
110. دونك هذا هو المثلث ام او تي، وغنمسحو داك اللي الزوائد اللي كاينين هنا غنمسحوها. بالنسبه للتمرين 15، ديتيرميني لا ناتور دو شاك تريونغل، نحددو الطبيعه ديال كل مثلث هنا دابخي الكوداج، عطينا الكوداج. دونك هنا هذا سي تان تريونغل ايكويلاترال او بيان ايكيلاترال، مثلث متساوي الاضلاع. دونك هنايا نورمالمون راه 60 60 60، دونك هذا لا ناتور ديالو ايكيلاترال. دونك هنايا عندنا او اف جي ستان تريونغل ريكتانغل، دونك هذا ريكتانغل، مثلث قائم الزاويه ريكتانغل. وعندنا هذا دابخي الكوداج ستان تريونغل ايزوسيل متساوي الساقين، هذا او ار ال. ومن الممكن نكتبو ا بي سي ستان تريونغل ايكيلاترال، او اف جي ستان تريونغل ريكتانغل، هنا نكتبو ار L O c'est un triangle isocèle، هذا isocèle isocèle en L، يعني متساوي الساقين في L. وبقى لنا المثلث هذا M X A c'est un triangle كي داير isocèle تاعو، تاعو متساوي الساقين isocèle en X. دونك M X ايزوسيل اون اكس. وعندنا هذا او ار ال، او ار ال ايزوسيل اون ال. دونك فوالا غادي نكونو انتهينا من الصفحه 100.